هلا والله احنا في 3 بجربكم لعبه سول كاليبر 6 وطبعا لعبه القتال المعروفه. قبل ما نبدا لازم تعرفوا ان هذا الفيديو قاعد تشوفونه انتم قاعد نصوره عن طريق جوال هواوي بي 20 برو، والحين خلونا نبدا نجرب الدمو. طبعا زي ما تشوفون هذا اللي يد الجويستيك الرهيبه اللي هي من هوري، صوره سول كاليبر الشخصيات، وصراحه شيء رهيب كبيره وبتمكنه. خلينا نبدا الحين عمران. اوكي ما في غير فيرسس اكشلي. اوكي لا في ضد كمبيوتر، حلو. اوكي هذه الشخصيات موجوده، ما يحتاج بوريكم من اختار على طول، انا قاعد اسمعكم. جيلرت الاسطوره في لونين، الاحمر طبعا حب ذا اللون. يلا يا سلام، ضد خل ضد هذا قرخ قرخ ما ادري شلون نقرا اسمه. خل نحط هذه مرحله جيلرت شكلها، نشوف. واو التصميم حق جيلرت رهيب بالرسم. خلينا نشوف كيف الجيم بلاي حق الكمبوات. اوكي واو طبيعه جميله، يا لب الصوت بيفقع وجهك جيلرت الحين، ايش فيك انت؟ يلا ويتشر هوي فقع وجهي. لحظه شوي ابو شباب، لحظه خلينا نوتشرك. ايوه ايوه كومبوات، تعال. حلو حلو يا قلب كو. وش صار وش صار؟ ما ادري وش صار، لا حد يسال ايش قاعد اسوي. والله فرشت عمران. جو جو اوه سويت السيل، سويت السيل واعطي كومبوات. يا ولد يا ولد شقيته شقيته، فصخ الدرع حقه تكسر. شوف 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 الحين بتكسر الدرع، والله كسرت الدرع الحين بيكون طالع مكسور الدرع حقه. درع الويتشر ما تكسره يا قبائل هذه. ايوه يا ولدي قلب. لا لا لحظه لا بعد اعطيك كاونتر مره ثانيه. ايوه حلو روح يا ولد يا ولد يا ولد كومبوات يا ولد كاونترات. هلا بدري عليك ويتشر، هذا ويتشر ويتشر. اوه يلا كومبو جو جو. اوه النار، تعال اجد هنا مين عمك مين عمك. وهذه لعبة سول كاليبر وشخصية جيلرت الأسطورة. شوف عمران قلت له مين عمك، لسه لسه باقي ليه في فاصلة مو مش عادي، هو يبي ينجلد ذا لسه لسه. ايوه اوه شو رايك؟ والله جامدة حلو 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 يا ولد يا جيلرت يا ولد يا جيلرت يا فنان يا أسطورة يا جيلرت. غلط غلط ها خدعتك جيت وراك أصلا أنا متعمد. أيوه خذ نار، لا جيلرت وراك يا شباب. حلو حلو وفرشته وفجرته. اللعبة رهيبة رهيبة، كبوات متصاحية، وشوف الحركة البطيئة اللي صارت، وشوفوا هنا كيف جيلرت الأسطورة ذا ويتشر دخل سول كاليبر وكسر راسهم كلهم. يعطيك العافية على المتابعة، لايك اشتراك أحلى سبسكرايب، يعطيك العافية مع السلامة.